أحسن الله إليكم. تقول: هو سؤال لوالدتها تشكو فيه أنها عندما تبدأ في صلاتها تأتيها أحاديث تشغل فكرها حتى تنسى كم ركعت وكم صلت. تقول: أريد أن تنصحوني وتوجهوني فيما يشغل بالي، ماذا أفعل؟ أفتوني جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. هذا من الوسواس وهو من الشيطان، فعليها أن تستعيذ بالله في بداية الصلاة من الشيطان الرجيم، وعليها أن تحضر قلبها وتتدبر بالقرآن، تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى وتقبل على صلاتها. عليها كذلك لا تدخل في الصلاة وهي مشوشة الفكر، بل تدخل في الصلاة وهي مطمئنة، ليس عندها ما يشوش فكرها. نعم.